ما شوية تصوري وفخر. بغينا باش نطمئنوا كاع المواطنين تاع الولايه بلي ماده الكفارينه راه متوفره بالسعر الجمله والسعر المصنع، يعني 550 دينار للكيس نتاع 25 كيلوغرام، وراهي متوفره الفارينه، وان شاء الله نطمئنوا المواطنين باش ما يخافوش من من من, من ماده الكفارينه، راهي متوفره على مستوى الولايه. راه المشكل اللي ما عنده سيدي ورانا نجوك في كل وقت، في كل وقت راه موجوده، ونطلبوا ربي يرفع هذه البلاوات، هي كل شيء، ونطلب الله عز وجل يرفع هذا البلاء علينا. الشيء اللي قمنا به احنا اتصلنا بالوحدات الانتاجيه على مستوى الولايه، واعطيناهم تعليمات السيد الوزير التجاره بخصوص البيع مباشره للمواطن من المصنع. وعطانا اللي بغى يدي زي الشكاير، اللي بغى يدي بالشكاير براسك قد ما بغيت تديه متوفره، قال كل اللي خاصكم قال كاين، اللي ما داش قال قول له يجي يدي كل خير، قال كل شيء متوفر.